ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الخوارج عندهم مبدأان، مبدأ الأول تكفير الناس، والمبدأ الثاني الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة. هذا هو بسبب الغلو، وأخذوا النصوص التي تدل على الكفر أو على الشرك، أخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى. فإن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الدين وينقض الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الدين لكنه ينقص الإسلام والإيمان. هم لا يفرقون بين هذا وهذا، ليس عندهم كفر أصغر ولا شرك أصغر، إنما الكفر عندهم شيء واحد، كل خروج من الدين، والشرك كل خروج من الدين، ما في أصغر وأكبر. وأخذوا بظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى التي تفصل هذه الأمور وتقسمها إلى قسمين لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالدين وعدم تمكنهم من العلم، وصاروا يكفرون الناس ويبالغون في التكفير من غير فقه ومن غير روية، ويطبقون النصوص على غير محلها لأن ما عندهم فقه، ليس عندهم فقه، مجرد قراء يقرؤون ولا يفهمون المعنى ويطبقون على الناس. هؤلاء هم الخوارج، ولهم ورثة الآن، الآن مع الأسف لهم ورثة ممن يكفرون الناس ويغالون في التكفير ويستحلون الدماء بحجة أن هؤلاء كفار، لهم ورثة الآن من شبابنا ومن جهالنا ومتعالمينا.